التابع لمركز التأهيل والتكوين بالأكاديمية البحرية. 300 شاب يتخرجون بعد تكوين دام على مدى 3 أشهر في مجال الصيد التقليدي والشاطئي بتأهيل من مركز التكوين والتأهيل في مهن الصيد الذي يتبع للأكاديمية البحرية، وذلك بعد التكوين القاعدي والنظري والتطبيقي داخل وحدات التكوين بالمركز الساعي لدعم قرار مرتنة الصيد التقليدي والشاطئي. باكتمال تكوين الدفعة التي نحتفي بتخرجها اليوم ودخول دفعة جديدة مكونة من 255 متدربا مرحلة التكوين الفني، يصبح إجمالي عدد المكونين في الأكاديمية البحرية من الصيادين 1405 صياد، وبذلك تكون الأكاديمية قد تجاوزت الأهداف المرسومة لها بالنسبة للسنة الجارية 2017 والمتمثلة في تخريج 1350 صيادا، وهي بهذا تقدم البرهان من جديد على جدارتها بتبوؤ مكان الصدارة في منظومة التكوين والتدريب التي نعول عليها جميعا في تأهيل الأيدي العاملة الوطنية لاستغلال ثروات البلد ومقدراته، لا سيما الثروة السمكية، بما يكفل تعظيم الاستفادة منها في مجال امتصاص البطالة وتطوير الأنشطة المدرة للدخل وتعميم الرخاء والنماء. مدير مركز التكوين والتأهيل في حرف الصيد عدد خلال حفل التخرج المراحل الأساسية للتكوين داخل المركز، سعيا للوصول بالمكونين إلى الأهداف المرجوة ودمجهم في سوق العمل. اسمحوا لي أن أقدم لكم المراحل الأساسية للتكوين الذي يقوم به المركز، وكذلك حصيلة التكوين لهذه السنة، حيث يمر تكوين كل دفعة بأربعة مراحل أساسية. المرحلة الأولى تكوين قاعدي، والمرحلة الثانية تكوين نظري وتطبيقي، والمرحلة الثانية فترة تربص من 2 شهر، والمرحلة الرابعة مرحلة الدمج، حيث تتم المرحلتين الأولى والثانية داخل المركز، بينما تتم العمليتين الثالثة والرابعة مع الفاعلين في مجال الصيد التقليدي والشاطئي طبقا لبرنامج معد من قبل الأكاديمية البحرية والفاعلين في القطاع والخبراء. وخلال حفل التخرج تم توزيع البطاقات شبه المهنية على الخريجين، إضافة إلى تسليم لوائح بأسماء الخريجين على الفاعلين في مجال الصيد التقليدي والشاطئي من أجل الدخول الفعلي في الحياة النشطة. أجرت بعثة طبية إسبانية تزور بلادنا حاليا